Assalamu alaikum. Hi everyone from wherever you are. Assalamu alaikum جميعا. So كما شفتوا في البداية ديال الفيديو باين اليوم غادي نعمرو سطور الدجاج. عندنا واحد ستة على حسب، ديري جوج ديري واحد ديري ثلاثة، it doesn't matter how many chicken breasts you're gonna use. So it's gonna be stuffed with roasted bell pepper, capper and garlic. عطي واحد الحشوة جميلة جميلة جميلة، غادي تحبوها، غادي تروق لكم، الديدة سهلة بسيطة، ما كتشدش الوقت أبدا ورخيصة في متناول الجميع. إلا ما قدرتي شي تشري الفلفلة أو ما عندك شي في الدار متواجدة في هذاك النهار وما قدرتيش ما عندكش الوقت تشويها، شري الفلفلة مشوية ديجا كتكون في القراعي دزاج بالماء ديالها، صفيها مزيان واستعمليها. الا شويتيها حباده ملي تشويها حطيها في واحد الكونتينر، سدي عليها او في بلاستيك او في زيبلوك حتى ترطى بالقشره ديالها باش تجيك ساهله في انك تنقيها. طبعا الحال يقنا سيدت تحيدي لها البذور، الكبار غادي نقطعو غير هكايا، كي غنقولو غادي غير نهرسوه. You gonna break up or just crush the capers. It's easy. If you wanna use them all in once, I prefer to use a big knife, chef knife, okay? But I'm okay. I'm dealing with a pretty knife today, so it doesn't matter. ولينيش غادي نقول لكم وصفة جميلة خطيرة، تكال سخونة تكال باردة، تستعمليها ساندويتش من ليفت اوفر، يعني اش غادي نقول لك، وصفة متعددة الاستعمالات والله. يعني خذوها مني، واللي مسكينة عيانة واللي ما عندهاش الوقت بحالي اللي تابعينها الدراري، دير لهم لانش باكس ديال المدرسة، تجيبهم تديهم تراجع معاهم، الله يحسن العوان. حظ جميع للجميع، حظ سعيد للجميع. اوكي سو كما قلت لكم هكذا يا تشاب 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 تشاب، دايس يور بيل بابر، تقطعي الفلفل الحلو، فلفل الوان اخضر احمر اصفر داز نوت ماتر. المهم الكبار تصفيه حتى هو مزيان من الماء ديالو، حنا ما بغينا شيء تكون بزاف ديال الماء باش ما يدخل ليناش في الحشوه، رغم انه غادي يجيب تشيكن فيري مويست، يعني غادي يرطب لينا ديك صدور الدجاج لانه غادي يدخل الفران. اوكي سو كما قلت لكم التتبيله اسهل ما كاين والذ ما كاين، يعني ضربوا عصفورين بحجر واحد، وليني هنا راه كنضربوا عصفور باحجار هي. المهم كنحاول ما امكن نجيب لكم شي حاجه سهله نشارك معكم غداتي عشاتي حياتي انا وعائلتي، هذا هو الروتين المطبخي ديالي انايا، يعني دائما تنشارك معكم الطبله. هنا درت فريش تايم سولت بيبر غارليك باودر اوليف اويل اتس كامين اوف كورس، تمايا عندي واحد الخلطه ديال التتبيله ديال الدجاج كنديرها انا خاصه بيا ماشي حتى كنشريها، نو انا كنخلطها في الدار، هذه اختياريه، ممكن ديريها ممكن تخليها، شي حاجه جميله بزاف وتنظن شاركتها معكم في فيديوهات سابقه. المهم يو ميكس يور مارينيتد فيري ويل، لاحظتوا ما دايرينش الماء نهائيا، there is no water added to this recipe today. Of course the chicken breast I already opened them as a packet، حليتهم كنقولوا كظرف بارفلاي، اتس نوت بارفلاي بايت، حليتهم من السايد، يعني حاولي يكون عندك موس ماضي، سكين يعني ماضي، شنو ماضي، سكين حاد. شوفوا اللي كطلبوني باللغه العربيه، راه اللغه العربيه موجوده وليني راه لساننا تعود على السلانك على اللهجه، يعني الله يسمح لينا وخلاص. anyway بحال هكا يا كنعمروهم، ما محتاجينش نديرو لهم توث بيكس، ما محتاجينش نديرو لهم الكوردون ولا الكوردون ولا اش كتقولوا له، ما محتاجينش شي، نقفلوهم بالخيط ولا نخيطوهم، حيت هاد الحشوه
ما تتفيدش من حشوة الصدر الدجاج، ما كتخرج شاي، ما كتفيد شاي. So it doesn't get out when it's cooking. So there is no need to use toothpicks or anything to just stitch them up. Okay, so just leave them as is. Put them in your hot pan oven. Go for it. عرفتي ما عندكش تغلي بالك على انها غادي تفيض، على انها غادي تدلع، على انها غادي تخرج لك الحشوه. وفرضا خرجات، لان هذاك لاصوص غادي يكون مستعمل، غادي تستعمليه، غادي تجي بنينه. اللي بغى اوبشنال، اللي بغى يدير تشيز اتس اوكي اون ذيس ريسيبي بات اي ديدنت وونت تو. اللي بغى يدير زيست اوف ليمون اور ليمون جوس it's optional as well, but the caper has everything. It's already pickled, so I don't need to add any lemony stuff. Okay, so شادي نقول لكم، شوفوا هاد الجوجات داخلين يتحرقوا في الاوفن. يامي. المهم غادي نضيفوا لهم واحد داست اوف بابريكا just for color, nothing else, just to break up the look when it's baked, so it won't stay like white. Of course I use the roasted French beans. درت لي زاريكوت yes بالفرنش، اللوبيا الخضراء. المهم حمرتها، درت لها ملح، فلفل اسود، بودرة ثوم، وزيت زيتون، حطيتهم في الاوفن روستد with the time as the chicken was in halfway, so 20-25 minutes or less, 20 minutes for the beans, not that much. Look at this. قلت لكم you don't need to stitch them up, you don't need to stick any toothpicks in it. ما محتاجينش نسدوهم ولا نخيطوهم ولا نقفلوهم. الحشوة كتبقى جميلة جدا. ما ضفناش الماء، هذاك جس الماء اللي نزل لنا من عند الدجاج. زي ما شادي نقول لكم، كان رطب وهشيش ومرقم، يعني رطب يعني ما ناشفش نهائيا. Juicy, tender, very yummy in my tummy. Well, in your tummy as well, of course. I'm so happy to present this recipe today. حبيت نشارك معكم هذه الوصفة لأنها فعلا جميلة. سرفيتها مع اللفت أوفر ديال سباغيتي، كريمي سباغيتي. غادي نخليها لكم في الآي كارد وفي صندوق الربط كيف درتها. إن شاء الله غادي يعجبكم هاد الصحن، غيعجبكم هاد العشاء، هاد الغداء لذيذ. ما تنساوش اللي عجبكم ان شاء الله تعملوا له لايك وشير وسبسكرايب. ولا كنتي اول مره كتشوف هاد القناه، يا ريت لو تفرحنا بشي لايك من عندك، وتشيريها مع احبابك، وتعملي لنا سبسكرايب. ما تنساش الجرس يرن، غيرن على ان شاركتي، غادي يرن عندك الا درتي جود انخراط وجود سبسكرايب، because you're gonna be notified each time I'm gonna post everything yummy, everything so good. So this is my routine every day. I cook every day from scratch, from fresh, and like I said, from everywhere I cook, it does not matter. I love cooking. I love present each plate from everywhere. كنقدم لكم من كل بلد طبق، او من كل فن طبق، او من كل مطبخ طبق، يعني ما بدون جواز سفر. ما محتاجينش فيزا باش ندخلوا للمطابخ ونتعرفوا على ثقافه الطبخ ديال ناس اخرين، بلدان اخرى. سو لذيذه بزاف. نتمنى انكم تجربوها. ملي كيبقى لك تشيكن بحال هكا يا ليفت اوفر، يو كان ميك ات ساندويتش از ويل. ماي كيدز نيكست داي دي توك ات از از تو ذير لانش تايم فور سكول، ماي هازبند از ويل فور هيز ورك. سو ات داز نوت ماتر هاو ميني اي بوت ان ذا تيبل، اي ليف ذا ليفت اوفر فور ذم. سي يو سون فور ذا نيكست فريش بليت.